أحبك يا لعبة سلطع برجر المصرح بها. لا يبدو رسميا. من الأفضل أن أناديك صديقي البرجر. يهو. هل أقاطع شيئا؟ أهلا يا بسيط، هل التقيت بلعبتي؟ ألا تعني لعبتنا الجديدة؟ لعبتنا؟ جاءت مع الوجبة التي نتقاسمها. نتقاسمها؟ نسيت، المشاركة هي أجمل شعور في العالم، مثل الرقص مع فرس بحر عجيب في حديقة الطحالب المدهشة. هل نسيت هذه الكلمات يا سبونج بوب؟ لم أقل هذا، لكن يمكننا أن نتقاسم صديقي البرجر. هل لي في نظرة أخرى؟ تصورت أننا نتشارك. متى يحين دوري؟ ألا يجب أن تذهب إلى العمل؟ بالطبع. المشاركة تدو المشاركة تدو. بسيط. لست في المنزل الآن، رجاء اترك رسالة. بسيط، هذا أنا سبونج بوب، هذا دوري للعب. لا يمكنني الخروج، إن شعري مبتل. ليس لك شعر، اخرج يا بسيط، إنه دوري. هل معك تحقيق شخصية؟ معي رخصة تشغيل آلة الحليب. تبدو مزورة يا فتاة، إلى اللقاء. حسنا، من الأفضل أن أذهب. أنا سوف أذهب الآن. ها أنا ذاهب. لقد ذهبت. هل أنت متأكد؟ لقد ذهبت. أهلا يا بسيط، وقت المشاركة. مخادع، أنت لم ترحل. وأنت شعرك غير مبتل. بل مبتل، انظر. نزول لطيف. كنت أتمرن. يجب أن أذهب. انتظر يا مخادع، سلمني اللعبة، إنه دوري. لا أستطيع، لقد ارتبطنا أنا وصديق البرجر ببعضنا. سريع كان محقا بشأنك، لن تشارك شيئا. سريع قال هذا؟ لم تعد صديقي يا سريع. ماما سلمها إلي يا بسيط، من حقي اللعب بها اليوم. لن تأخذها، هذا ليس عدلا. لماذا لا ألعب بها نصف اليوم؟ فلنتبادلها كل ساعة، كل نصف ساعة، كل ربع ساعة، 5 دقائق، كل دقيقة. لا لا لا. حسنا، عرضي الأخير، نتبادلها كل ثانية. ثانية؟ ثانية. ثانية. عليكما أن تهدأ، ما سبب كل هذه الضجة؟ إنها لعبة سلطع برجر يا سيدي، التهمها بسيط كي لا ألعب بها. سبونج بوب يمنعني من اللعب بها. لأنك استحوذت عليها. لم أفعل. فعل. لا. يا ملتهم اللعب. أيها الوحش. أوه، هذا يكفي. هل كل هذا الشجار من أجل لعبة؟ لا يجب أن تدع أمرا تافها يوقع بينكما، يجب أن تخجل من أنفسكما. إذا أعطيت لعبة لكل منكما، هل سيسعدكما هذا؟ نعم. نعم. أنتما محظوظان، بدوتما سعيدين باللعبة، فطلبت صندوقا كاملا من اللعب. ارتفعت المبيعات كثيرا، أريد 13.5. سأدفع هذه المرة. بسيط، هذه نقودي. ألم تتعلم شيئا عن المشاركة؟ آه،
اسمع، أنا أعلم أنكما تواجهان مشكلة. لينكولن، أستطيع حلها. لينكولن، ليني، لما لا تعيدي الثوب؟ قالت لوري أنه يجعلك شاحبة. ماذا؟ لا لا، إنه اقتراح لوري. لما لا تعيد الثوب؟ قالت ليني أنه يسمنك ولا أحد يريد هذا. ماذا قلت للتو؟ إذن هل تصالحتما بالفعل؟ تصالحنا؟ لا، لن نتصالح. والآن بعدما قالت عني إنني سمينة، فإننا لن نتصالح أبداً مطلقاً. أهنت لون بشرتي؟ لا شيء سوف يصالحنا. لقد خصيني تسمير. كيف تقولين هذا؟ ذلك وضيع جداً. ذلك وضيع. أحسنت يا لينكولن، طلبنا منك عدم التدخل. اصمتي. كلا. استنادا إلى الشورى، أرفع مستوى الخطورة من العاشفة إلى القطط. هيا خذنا المواقع. ما الأمر؟ دع الأمر لنا. هيا لينكولن، احتاج الغرفة. ماذا؟ لما؟ لوري تتجه إلى هنا ولا نريد أن نلقاها. الطريق خالٍ. عالم، يمكنك التقدم. توقفوا، لن تصعد. لينكولن، لقد قرع الطبل. هيا. فهمت؟ هيا اخرج. أنا سئمت، لقد أفسدتما اليوم كله بالشجار. تصالحا الآن. لينكولن يأخذ وقتا. إلى نظام الشجار. لا يهمني نظام الشجار. لن أنام معها هنا. وأنا لن أنام هنا معها أيضا. فعلا لونا، نامي هنا اليوم، وليني عندك. حسنا، هذا رائع. أنت تلعب بالنار. خطأنا. لوري قد سبقتها، لقد أخبرتني البارحة. ليني أخبرتني وهي قد اشترته أولا. ها، هذا مضحك أكثر من دعابتك. آسف، لم أسمعك. أصبحت صماء بسبب لعبك على الجيتار. مهلا. نظام الشجار، علينا عزلهما الآن. نعم، أولاً ليني، لوان، لانا. علم وينفش. لا، ما هذا؟ لتراقبي لوري، لونا، لولا. أنا في استراحة، فأنا أعمل منذ الصباح. وأنا، هل سمعتيني أتذمر؟ نعم، لأنك هادئة كشعاع شمس. على الأقل لا تفوح مني رائحة كريهة. كأن عطرك أفضل. عجباً، بدأنا. لقد أصبحنا الآن بمستوى بركان شائر. لقد سئمت من رسمك. كيف تجرؤين على أكل لوحاتي؟ أخرج من حسناً، سأبدأ. انتباه يا أخواتي، أنا هنا لأحل الخلاف. لتهدأوا سأدخل. ما هذا؟ ماذا حدث للشجار؟ نسينا الأمر معاً. معاً؟ نعم، لقد عادت الأمور إلى حقل الأقحوان. حمدا لله. أنا لا أفهم، كيف تصالحتم معاً؟ لا يا لينكولن، أنت من صالحتنا. أنا؟ كيف؟ بمغادرتك. سوف نحل مشاكلنا إذا لم تتدخل بنا. والثوب؟ وجدت الحل الأمثل، ستلبسه لوري 7 أيام وأنا سألبسه بقية الوقت. وبعد ذلك تصالح البقية. حسناً، أنا أعتقد أني تعلمت أن أحترم نظام الشجار. يسرني أنك فهمت. فهمت ذلك حقاً. عندما تقول لين أحتاج ماسحة ولي ستتكلم، عندما تقول لنا إن لولا تشخر لن أتدخل. كيف تقولين هذا عني أنا؟ هل أنا أشخر؟ كيف تسمعين وأنت تطلقين الغازات؟ أريد استخدام الحمام. لكن أنا أولاً. أنا كنت أولاً. أيها
السنافر. أقدم إليكم السنفورة حاضن. إنه مسالم، لذلك لا داعي للقلق. صنعته ليعتني بالطفل. بل لا، الطفل. بل الطحل. حسناً كما تريد، غير الحفاضة. السنفور حاضن، أروع سنفور. ولا سنفر، أنا شخصياً لا أحب هذه الاختراعات. أغسل الجوارب؟ هل يجلي الصحون؟ هل أستطيع أن أعتمد عليه؟ بفضل اختراعي لن يضطر أي منا إلى الاعتناء بالطفل بعد اليوم. ابتعد عن طريقي. الطبل في خطر. ابتعدوا. طريق سوء طريق. تسفرت دارته الكهربائية، يجب أن ننقذ الطبل منه. سنرى يا شباب، ربما صعد إليه. سنفروا. شاطر، لما صنعت للسنفور حاضن قاذف كرات لهب؟ ظننت أن هذا سيزيد روعته. هل هناك طريقة لإيقاف حاضن؟ أجل، هناك زر لإطفائه على مؤخرة رأسه. نحن لا نستطيع الوصول إلى مؤخرة رأسه. لا نستطيع فعل ذلك، لكن ثمة من يستطيع. اضغط على هذا الزر يا صغيري. ليس الأذن بل الزر. اضغط الزر. اضغط الزر. اضغط. يا مساكين، يبدو أن الزر لا يعمل. هذا ما كان ينقصنا. سنفروا. ليس كل العالم، لأنني سأخرج رابحا اليوم. لا، هذا مولين مولين. سنفر يا مفكر. سنفر بحياتك يا مفكر. إنه يصعد إلى القمة. يا سنافر، تعال وانظروا إلى غضبان. لقد نجح. لا، غضبان، أنت بخير؟ بخير. يا حبيب قلبي، أنت أحلى سنفور. أي من هؤلاء المخيمين يمكنني خداعه؟ أعني إقناعه حتى يرعاك. يا مستر سلطة، أخيراً سأربح.
تثبت عقدة المحارة ذات الخط الفقاعي. آسف يا فتى، لكنني مشغول الآن، أبحث عن جليس. أنا جليس رائع. انظر. هذا لطيف، لكن لا أظنك مناسبا لمجالسة الأطفال. أحب مجالسة الأطفال فقط بيني وبينك، أنا كنت طفلا. لا شكرا يا مخيم، أريد شخصا أكثر مسؤولية منك أنت. كل من في مقصورة اليخت أغنياء ومؤكد جديرون بالثقة. تحياتي يا مستشار أبترين، هل يمكنك الاعتناء بصغيرتي المحبوبة اليوم؟ لا أظن. لن تكون مشكلة، هذا كرم منك، فقط تأكدي من إعطاء لولو زجاجة الهواء، وإلا سوف تتأثر بنقص الهواء. ولا تعطي لولو لسبونج بوب. لعبة جيدة يا هارفي، لقد نجوت من صندوق الهلاك، لكن هل يمكنك هزيمة سلم المماطلة؟ معذرة، نحن مشغولون في لعبة حياة أو موت، الهروب من قبو أمي، الإصدار الفاخر. الآن ستلعب لؤلؤة الخطيرة. هل معها إرشادات؟ نعم، لا تعطيها لسبونج بوب. هل يمكن أن تراقبها؟ قبول به مشكلة تسريب. أوه، ولا تعطيها لسبونج بوب. بالطبع سأهتم بها من أجلك، سأتأكد من تناولها الزجاجة. واطمئن، لن أعطيها لسبونج بوب. سيد شفيق، أخذت اللؤلؤة في جولة وكانت ثقيلة، وضعتها في عربة وفي وقت الهواء نارلين، وفجأة اكتشفت أنها اختفت، فقدت اللؤلؤة. هذا لطيف. فقدت اللؤلؤة. سلطع سيبيدنا. لؤلؤة تحب الأصوات التي تصنعها، جرب العزف. يسمى جاز. إنها هناك. لؤلؤة، ها أنت هنا، تعالي إلى سبونج بوب. لا، تحتاج زجاجة الهواء. أمسكتك أيتها الحوت المراوغة. بالنسبة لكليكما، شارة مجالسة الأطفال تستحقينها. حقيرة. اذهبوا الآن، استكشفوا، اجمعوا العينات وعودوا في غضون ساعة، والأهم هو أنكم سيذهب أولا. أن تعتنوا ببعضكم البعض. يا للروعة، لو كان لي نفس لاختفى.
اعتقدت أن هذا المكان سيكون رائعا. جينوي قالت يجب التنفس هنا. إنه عالم فضائي، من يعلم ما يمكن أن يحدث؟ جانكم يقول إنه يجب أن نبقي البدلات. مذهل، لا توجد مغذيات في التربة، ولكن هناك وفرة من النباتات. دال، كيف هذا؟ دال؟ ماذا تفعل؟ إخوات، سألتقي بكم في السفينة. هذا ليس جيداً. أجل. إنه اعتقدت أننا ذاهبون في مغامرة معاً. يا رفاق. جانكم. يا رفاق. جائع. جانكم بوك جائع. جانكم بوك جائع. جميل. أكثر فضولاً. كالحساء على سفينة تيلر سليبر. لقمة واحدة لا يمكن أن تضر. أثر للحياة. أوبس، أنا فقط. هذا غريب، كيف أنت هنا معي؟ ألا تخافين أبداً؟ لن أؤذيك. لست خائفة مني؟ تريدين اللعب معي؟ ما ألطفك، أنت رائعة. توقفي عن ذلك. مثير للفضول. محرك سفينتنا ماذا يفعل هنا في الأسفل؟ ترى أين سنذهب؟ سوف نذهب إلى سطح الأرض. سطح الأرض؟ أهلا بالجميع ومرحبا في جولة سطح الأرض. أنا مرشدكم السياحي روب. حسناً، قبل أن نذهب إلى سطح الأرض المدهش سوف أقرأ لكم قواعد الحافلة السياحية. أرجو أن تجلسوا في وضع مستقيم. ممنوع تماماً الكلام السيء. لا للضجيج ولا حفر ولا رقص ولا اسمرار ولا طهو ولا قتال ولا غرق ولا تساقط ولا ركض ولا تعدي ولا نظر ولا بالونات. ولا بالونات يوم الميلاد؟ أوه لا، هل هذا يوم ميلادك؟ أنا أريد من الجميع هنا غناء يوم ميلاد سعيد لك. نعم.
الآن. اطمئنوا جميعا، زرافات الشاطئ تبدو مجنونة لكنها في الحقيقة مسالمة. هيا ننظر من قرب. ما الذي انظر إليه؟ تنظر إلى الكائن المدهش الذي يخاف منك بقدر ما تخاف منه، أليس كذلك؟ أشك في هذا. أقول لكم، هذا تنين الفطير الشمالي الغربي ذو الريش لذهداء يا رفاق، فهو يأكل الفطير فقط. كنت مخطئا، سيأكلنا، اهربوا. آسف على الالتفاف يا رفاق، الآن نعود إلى جولاتنا. إنه ينمو كبيرا هنا يا سبونج بوب. تعال هنا. هيا بنا نشاهد زرافة الشاطئ الجائعة بينما تكافح للتواصل. لا لا انتظر، سأخذ سيدي، هل يمكن أن تطلب شيئا؟ يوجد الكثير هنا ولديهم أعمالهم. أو لا تستعجلني، سأفعل. هذا الرجل غبي. أين هو غذائي؟ قل لي. الخدمة هنا سيئة وأيضا بطيئة للغاية. أوه، عملائي. حسناً حسناً حسناً، ما سبب التأخير هنا؟ كيف أعرف؟ اذهب واسأل الطاهي الأحمق، بسببه هو وهذا الغبي لن نجتاز فترة الغداء. أنا سوف أرى ذلك. ستأخذ رقم 3 مع الجبن. هذا ما كنت سأطلبه. سأخذ رقم الجبن مع الجبن. ألا يوجد مكان تريد الذهاب إليه؟ الساعة الرابعة. جيم بوب، لدينا مطعم مليء بالجائعين، أين البرجر؟ سيد سلاب، لا يمكنني تقديم سلاب برجر حتى تطهى جيدا. سلاب برجر مطهو جيدا، سلاب برجر ليلا ونهارا، يا له من مشهد لذيذ، سلاب برجر مطهو جيدا. أحب هذا الرجل. يكفي هذا. آسف يا سيدي. أرسل البرجر للخارج وإلا ستؤدي رقصتك الطريفة في الشارع. لن يحدث ثانية. آسف سيد سلاب، آسف سيد سلاب. الوداع يا سطح الأرض، لن ننساك أبدا. سنذهب إلى درس الرقص، أرجوكم اغفلوا الباب في غيابنا. مفهوم. النجدة، النجدة، لقد تعرضت للسرقة. سيد جراوس، ماذا حدث؟ لقد سرقني لصوص اسطواناتي القديمة، تلفازي الأبيض والأسود، ومكتبة موسوعاتي، ضاع كل شيء. أنا لا أعرف ماذا تكون تلك الأشياء. كان أبي محقاً، هناك لصوص آخرون، وقد نكون الهدف التالي. ليس إن تصرفنا جيداً بشأن ذلك. عزيزي أدي، أحضرت أوراق اللعب. يا إخوتي، وجدت رشاشاً أستطيع استخدامه ضد اللص. أترون؟ المواجهة الصعبة. لني، إنها مجرد علبة عطر. أختي، أنا أطور نظام الحماية الأمنية، أحتاج لفحص العينين وشيء من أجل التحليل. من أجل نظامك الأمني؟ بالتأكيد، هذه هي. الشحوم جاهزة الآن، لنحمل هذا إلى الطابق العلوي. وماذا نفعل باللحوم؟ هذه مشكلة صغيرة يا صديقي. شارلز،
يجب عليك أن تعض اللص وليس أكل اللحم. كان علي تدريب الهر. هكذا سوف نتمكن من القبض على اللص. فهمتم فخاخ فئران؟ أحقاً ما تقولين؟ مرحباً يا بابي، أعضاء فريق التزلج سيساعدونك في الحراسة. هل يتمتعن بخبرة في الحراسة؟ لا، ولكنهن يستطعن ذلك. وظفتكن. مساء الخير أيها الوالدان، يجب أن تخضع للتفتيش الذاتي. ماذا يجري وماذا تفعلون جميعكم؟ لقد سرق السيد جراوس، كان لابد من تطوير الحماية. استخدمنا بطاقة البنك. يا أطفال، سعيد بعملكم هذا ولكن بالغتم قليلا. قليلا؟ لا نحتاج لكل هذا، سنكون بخير بغلق الأبواب والنوافذ ليذهب الجميع إلى النوم. ما زلت أحتاج التحاليل. شكراً لتظاهرك بالسرقة، أطفالي تعلموا درسهم. كنت لأخيفهم مجاناً ولكني سأخذ الحلوى. غلق، سيفخر أبي كثيراً. لنأخذ مواقعنا، هناك لص يحاول الدخول إلى منزلنا. يا للهول، ماذا نفعل؟ سيأخذ أشياءنا. لا تخافي أيتها الفتاة. شكرا، احتجت لهذا. ستدفعين ثمنه. لا تزعج نفسك بأي شيء يا تشارلز. إليك هذه الشحوم، إنها شحوم متجمدة جداً. حافظنا على الصفوف يا سيدات، واقبضن عليها. أهلاً أهلاً، أنا أعرف حذاء الرقص هذا، ابتعدوا عنه. أبي، أنا كنت أتمشى في الخارج ووجدت الباب مقفلاً. نحن آسفون جداً. يا لاود، هذه الحلوى تحتوي كثيراً من الجوز، عندما تدفع لي لاحقاً مقابل تظاهري بالسرقة أعطني شيئاً لا أعاني حساسية منه أولاً. تظاهرت بأنك سرقت؟ أنا آسف جميعاً، كنت أحاول تعليمكم وإقفال الباب، أريد فقط أن أحمي أثمن ما لدي، أطفالي. أبي نحبك كثيراً. شكراً يا سبونج بوب، بينما كنت تقف هنا تصفر أحدهم ألقى علي كرة ثلج. حقاً يا بسيط، هل بدت كرة الثلج هكذا؟ نعم. الأمر جاد يا سبونج بوب، هناك من يطاردني، يجب أن أرحل عن البلدة. بسيط، أنا ألقيتها، إنها معركة كرات الثلج، ألا تفهم؟ كرات الثلج، أريد اللعب، أريد اللعب. حسناً، أولاً اصنع كرة ثلج. نعم، كرة ثلج، سيكون هذا رائعاً. شفي، جئت في الوقت المناسب للانضمام للجيش، انضم لي وسنهزم بسيط الشرير. ماذا أنا؟ يمكنني تعيينك ملازم أول، لكن اثبت نفسك أولا، ربما أرقيك إلى عسكري. شكرا، لكن لا أيها العميد الأحمق، أنت واللواء السخافة هناك ستقاتلان بدوني. نلت منهما. بسيط أيها الأحمق، انتهى الأمر قبل أن يبدأ، سأفكر في استسلامك غير المشروط. هكذا تريد أن تنهزم. لم تصبني. Oh, my God.
هدف لجيش الهمام. شفيء يا بنيران، إنها الحرب. لا انتظر، كنت أقدم لكم عرضا. طفح الكيل، أنتما دفعتماني. أصبت في وجهك يا سبونج بابا. كان هذا الأمر ممتعا، لم أشعر بمثل هذا الحماس من قبل. أصابك يا سبونج بوب. احتمي. سبونج بوب. نعم يا بصير. أظن أن شفيء يأخذ الأمر على محمل الجد. الكرة الأخيرة كان فيها الكلارينيت. حان الوقت لتنفيذ الخطة. لا ماذا يجري؟ توقف كرات الثلج. سأستغل فرصة وقف إطلاق النار هذه. ماذا؟ إن جناح الجيش الأيسر مكشوف. نجم البحر المنتفخ هذا سيهزمني. سأتولى الأمر الآن. سيعرض الجدار الشمالي للخطر. هكذا. إذا هاجماني من الخلف سيقضى علي. هكذا. ماذا عن احتمالية الهجمة الجوية؟ هذا سيفي بالغرض. حصن شفيء لا يمكن اختراقه. أين الأحمقان؟ أطلقت الطلقة الأولى. خذ هذه، تذوق غضب النصر لي. نلت منكما. لاود، اخفضوا صوت الموسيقى. لاود، اطفئوا هذه الاضواء. مزعج، لن اسمح لجراوس بان يفسد بهجة الكريسماس. فلدي اجازة وثلج كثير وسماء صافية وزلاجة فيرس فلاير، او كما اطلق عليها الحمراء. ننتظر الثلج للتزلج طوال الشتاء، لذلك سأستأذنكم. لقد نجحت شبكتي. آسفة، فأنا اليوم أستعد للإمساك ببعض الحيوانات. الحفرة نجحت، لا تقلق، لدي رافعة. هذا ما كنت أقوله، أنا والحمراء الكبيرة فقط لنفعل هذا. أجل. لا. الجو بارد. لقد نفد الحطب. أمسكته. الحمراء. أنت تستحق هذا أيها اللص. بل أنت هو اللص، أنا لست لصا. قمت بسرقة زلاجتي وانكسرت. حديقتي ملكي، سأتصل بأهلك الآن، سأعلمك الأدب. سنجد لك زيا مناسبا.
إنهم لا يجيبون، بالطبع لا يسمعون الهاتف بسبب الصخب. حتى أتصل بهم نظف هذه الفوضى. لما تتصرف بهذا الشكل؟ أريد زلاجتي، فأنت في يوم من الأيام كنت تمتلك واحدة. كفى تلصصاً وابدأ الكنس. عائلتك تتصل. إلى العمل. أهلاً. أهلاً جوني، أسف لعدم الاتصال. يبدو أنني لن أستطيع المجيء في رأس السنة. أنا آسف وأعرف أنها السنة الخامسة، لكن لا أملك المال اللازم للسفر. أخبر الفتيات بأن العم بودي يحبهن بشدة. أفتقدك أيضاً. يا رفاق، هل تتوقفنا وتنصتنا للحظة؟ كنت في منزل جراوس. لماذا في منزل هذا الرجل؟ إنه ليس سيئاً، ولقد عرفت سبب تذمره وطلب رحيلي. هذا حقا شيء محزن جدا. لا أصدق أن لديه عائلة كبيرة وليس معهم. إن هذا شيء سيء. لابد أن رؤيتنا معا تجعله يفتقد عائلته أكثر. عادة لا أبالي بمشاعر البشر، لكن لا عجب أنه يكون متذمرا في هذا الوقت. كيف لم نستطع ملاحظة ذلك؟ ربما لأننا كنا منشغلين بالمرح فقط في العيد. أجل، كنا قلقين بشأن ما سنحصل عليه فقط. وكان علينا أن نقلق بشأن ما سنعطيه. أليس هذا هو أساس أعياد عيد الميلاد؟ عيداً سعيداً سيد جراوس. كلنا اشتركنا وأحضرناها لك. تذكرة حافلة حتى تذهب لمقابلة عائلتك غداً. وبما أنك لن تكون معهم الليلة فسوف نحضر عائلتنا إليه. ما رأيك يا جاري؟ لاود، جعلتم هذا أفضل كريسماس على الإطلاق. شكرا، لقد حصلتم على مكان في قائمة سانتا للطفاء. حتى أنا؟ حتى أنت. مرة أخرى. حسنا، ماذا تنتظرون؟ تفضلوا بالدخول. يا سيد جراوس، لم يعد المنزل كئيبا بعد. أجل، لقد أفسدتموه. رفاق، صنعت أخيرا زي عيد الميلاد المثالي. إنه ليس لي بل للسيد جراوس، سيقوم بارتدائه غدا. حسنا، شكرا. أين ستائري؟ شش،